لا 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 لي لا لي صلوا عليه صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الكمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال له وجه منير لو تراه ترى قمرا منيرا بالعلالي حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال ولم يخلق مثيلك في الرجال ولم يخلق مثيلك في الرجال الله 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 حبيبي والله هذا بدون بروفات هذا جو حجازي رجعنا لايام الخيمة الله عليك رجعنا لايام الخيمة فيديو كليب يا شباب ايوه لضاق صدرنا ايوه وينو لهمنا انا كنت كان سمعنا كان هذا بثرتم بس ما شاء الله او لا ما شاء الله تبارك الله الله يسلمك طبعا شهاده والله ان شاء الله نبي تكلمنا عن كليب بدر جميل كليب والله طبعا هو عمل شبابي ما فيه يعني تكلف ولا في شيء حلو واحد من الشباب مخرج اسمه عاصم تخيل مسي عليه بالخير مسي عليه بالخير عاصم هلا هو طبعا انا مش اشتغلت بالعمل ما نويته في الكليب عمل عادي يعني بينزل سنجل عادي فسولفنا على بداية الشتاء على بداية أمطار بداية يلا بسرعة فيديو كليب سمينا بالله طبعا هو تقريبا المدة اللي صورناها تقريبا أسبوعين جلسنا يوم بحايل قالوا منطقة جبلية شباب الله رحنا الحايل صورنا هذا أول يوم جلسنا أسبوع رحنا لرفحة في هناك ثياب يعني اي هناك بوها الدير تسمى رغوه هناك منطقه كامله الحجره اسمه فاصل تمام راعي بر هذا لا اي قالوا خضار رحنا صورنا هناك قريب من رفحه بعدين رجعنا صورنا بوقت الامطار ببريد حولنا هناك الله ما شاء الله طبعا ثلاثه لوكيشنات او ثلاثه مواقع تصوير وما شاء الله تبارك الله الحين له تقريبا شهر ونص او التسجيل والفوكالات وهذا شغل من والكورال تسجيل طبعا توزيع اللايف عندي اللايف عندك توزيع اللايف الكورال مجموعه شراق الكورال هندسه يوسف العطله كردات عبد الله سديري الله سوالنا كردات مسي عليهم جميعا بالخير العمل نازل في قناتك في اليوتيوب العمل ايه قناتي في اليوتيوب مجهزين شيء منه بدر طيب تبغى نشوف فيديو كليب هذا الكلام مضبوط شوف الفيديو كليب ايش بك طفشان طيب حش لا ضاق صدرنا لا ضاق صدرنا نطلع على البر يزول همنا النار جنبي وعلى بدر سنا حلوة السوالف تدور بيننا ويطيب شربي هذه دنيا العنا زمان قال وترى ملامان راح الهمي راح الهمي وزاح وطاب وقتي من بعد الجراح وانزاح همي بعده قلبي استراح من بعد ما اقبل علي نور الصباح والفرح تمي هذه دنيا العناء
زمان قلا وترى ملامة دنياك مظلمة دنياك مظلمة نسايم الخير لا جد ترحمه يعطيك ربك وتزين اللملمة رفاقة كل واحد له سما وما يوم سبك ويفداك في دمه ويفداك في دمه كم عشت تحلمه برق انت منا يلوح في السماء مع من يحبك والشعر تنضمه وسيل على الارض يروي من ضمى ويرتاح قلبك هذه دنيا العناء ولا صبت يا ولا صبت يا عمار يا الأرض في لون الخضار والطير غنى وفي وسط النهار ريح النفل فايح بالجو طار ده ما تمنى هذه دنيا العناء لا ضاق صدرنا لا ضاق صدرنا داني ودانا دان داني دانا دان داني ودان دانا داني ودان الله 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 واو بس نتكلم انه الفيديو كليب بسيط هو والله من حاجه جميله ما شاء الله الله يسلمك اسمع الحاجات الحلوه يا اخي مش دخلني لكن انا اللي مسك صوتك ولا خنقك ليش ما ليش ايش انا ايش الحين صعب اجبر عيون ها الله ها تنام في ليله وانت زعلانه يا امي طبعا هو علمنا الكلمات الان ترى ايوه انا تو اجي الصدى والله العيد صعب اجبر عيوني تنام في ليله وانت زعلانه يا امي ابو فهد يا ابو فهد وين يا ابو فهد طبعا هذه على قناتك في اليوتيوب الله اللي هي الله عليك بدر السلمي بدر السلمي طيب نبي شيء جماعي كيف شربوا اعطونا شيء جماعي طبعا فيها اجواء متعدده طبعا يبدا بمقام البيات ينتقل مقام الحسيني الله يختم بمقام الكرد يعني شطحه جميل طبعا من الحاني الله من اداء الشباب سمعونا اشراق جدكم تنثر الوان السعد تنثر عبير وعطر مضمون شهد جمهورنا اهلنا عشانك نستعد يا سعدنا في هاللقا سعد كبير يا سعدنا في هاللقا سعد كبير نرسل اثير الصوت نشكر من حاضر نسعى لمتعب لحن كنا سحر والشكر فيكم ما يسمونا شكر يخجل يجيكم مالكم اية نظير يخجل يجيكم مالكم اية نظير يا حضور نفتخر بهلا الفا انتم رجال الطيب وحضور الوفا والجفن معكم يا حبايب ما غضى اشراق جتكم تنثر ازهار وعبير يا حضور نفتخر بهلا نفا انتم رجال الطيب وحضور الوفا والجفن معكم
إشراق جدكم تنثر أزهار أبي. انا معلش معلش والله انك مستانس جدا ما شاء الله. والله اني مستانس جدا والهرموني هذا ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي هرمون هذا ركز عليه قول هني السن يحط كذا سهم احمر. يا بادي ما شاء الله الله يسعدك والله يسعدك. جو غير غير جدا غير جو جسمه وش جو جسمه راكد طق مرة يعني شكست. أبغى العجم أبغى شيء عجم عجم عجم. يمشي والله مضبوط انا طلع ما قدمنا له بس نبي يلا يا حبيبي خليه معنا ما شاء الله سلام للذي بالشام سارا ولم يرضى المذلة سلام للذي بالشام سارا ولم يرضى المذلة والشنارة وعلى رايات الأحرار فيها فإما الموت أو يلقى فإما الموت أو يلقى انتصارا. الله 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 شيء جماعي بشيء جماعي جماعي شيء باستراض ولا لا 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 بشيء هو شيء بير هاجع جنون بير مشمار هو استراضيات زين دخلتوه بشيء كذا لا زامل زامل يلا توكل الله سلامت يا سمع على الجمع الكريم المحترم ما شايب حوام وما لاح الحمام اشراقات بردات حيكم تحية من صميم القلب وتوحد ترى حيبو سلام سلام يتقسم على الجمع الكريم المحترم ما شايب حوام وما لاح الحمام يا الله عبد الكمل وخالد حامد كثر يا ولد والله خلاص هو يشوف اشوفك تسرح اشوفك مره اسوي يسرح انا اذا سمعت الفن ما ادري ايش يا قلبي هذه انا ان شاء الله ترغب تجي البريده سجل يعني الله يتغلى يا رجال لا بعد لا بعد بدر عنده استوديو شو اسمه همس استوديو همس العرب استوديو توفات جديد ومايك وشغل صنع وعدل وكرال عندك ادخل واطلع بعمل تغلى تغلى ولا مين هذول النمونه عاد باقي الشباب ان شاء الله حبيبي والله فيكم الخير والبركه ان شاء الله اجيكم والله اي والله لك والله ما جاني فرصه لكن حتجيني فرصه باذن الله حتجيك ان شاء الله.